تم تصميم كل سيارة من سيارات مرسيدس بنز لتمنح السائقين أفضل تجربة قيادة ممكنة، بما في ذلك عدد من علامات التنبيه المرئية التي تطلب منك فحص مركبتك بانتظام. هل ظهرت لك هذه العلامة على لوحة العدادات من قبل؟ واعتقدت أن هناك عطل كبير في سيارتك؟ لا داعي للقلق. في هذه الحالة تشير العلامة إلى ارتفاع مستوى انبعاثات الوقود في سيارتك، وقد يكون ذلك بسبب عدد من العوامل الخارجية مثل جودة الوقود ووجود فقاعات هواء في نظام الوقود، أو عندما تكون سيارتك واقفة لفترة طويلة. لا داعي للقلق، فكل ما يلزمك فعله هو إيقاف تشغيل السيارة ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى لكي تقوم بإعادة إعدادها. ومع ذلك إذا استمر ظهور ضوء المحرك، يرجى الاتجاه بسيارتك إلى أقرب مركز خدمة معتمد من مرسيدس بنز، حيث سيقوم فريقنا من الفنيين المدربين بإجراء فحص سريع لتحديد سبب المشكلة وحلها. وفي حالة عدم ظهور علامة المحرك مرة أخرى، يرجى زيارة أقرب مركز خدمة معتمد لدى الشركة في المستقبل القريب. راحتكم هي أولوياتنا.